تمام شاكل من النساء في شرق الأوسط. أولاً أن يكون النساء في شرق الأوسط تحت حكومات رجالي. ثاني ليس هناك حقوق كثيرة من النساء مثل الحقوق للرجال. وثالث ليس هناك برامج لدينا متخصصة في النساء. عبد الفاضل هو أستاذ في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، وأيضا هو دارس قانون إسلامية فيها، ودرس في ييل وبرينستون أيضا. وبالنسبة له مشاكل للنساء في الشرق الأوسط هي نتيجة للدين، ولكن بالنسبة لكسية علي المشاكل ليس من الدين، لكن المشاكل للنساء في الشرق الأوسط هي مشكلة اقتصادية. وكسية علي هي أستاذة للدين في جامعة بوسطن، ودرس